الوطنية الأساسية المفروض عليه التعاقد. إذا هذه الوقفة هذه أو المسيرة النصف جهوية في جهة رباط صلا والقطرة كتجي تقليدا لذكرى تأسيس الموسيقية الوطنية الأساسية المفروض عليه التعاقد. كنمارسو يعني جميعا اسوة بالاخوان ديالنا الاساتذه النظاميين كنمارسو نفس الواجبات ولكن ليس لدينا نفس الحقوق. اذا حنا جينا هنايا اليوم باش نقولوا ان المشكل ديال التعاقد مازال كاين، مازال ما داروش معنا حل اللي هو فعلي. الوزاره دائما تنهج سياسه الهروب الى الامام. دوك اللقاءات الوزاريه اللي ما يمكنناش نقولوا عليها جلسات حوار، لان الحوار تيكون فيه يعني عرض واحد الاقتراح لحل الملف، الشيء اللي ما لقيناش في الوزاره ديال التربيه الوطنيه. والدليل ان في السيد الوزير كيغيب دائما المره الثانيه هذه كيغيب على 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 جلسات الحوار، وهذا الا كان عنده شي معنى في المعنى الصريح ديالو انه غياب اراده سياسيه حقيقيه لحل الملف ديال التعاقد. اذا حنايا اليوم هنايا كنقولوا اننا مازال مستمرين يعني في الاشكال النضاليه ديالنا، مازالين الاساتذه مفروض عليهم التعاقد كيعانيوا في صمت، ومازال الوزاره كتنهج سياسه ديال الاذان الصماء. اذا المطلب ديالنا اللي كان واللي مازال على ود الساكنه الوطنيه هو الادماج في اسلاك الوظيفه العموميه بدون قيد او شرط، لاننا شباب واساتذه مغاربه من حقنا في الوظيفه العموميه.